بهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا في استديو مركز الأخبار الدكتور سعيد عباس السماك عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الرئيس التنفيذي لمؤسسة مركز عبد الله بن خالد الخليفة لرعاية الوالدين أهلا بك دكتور سعيد في استديو مركز الاخبار طبعا في البدايه اليوم نتحدث عن ذكرى ميثاق العمل الوطني هذه هي الذكرى العزيزه على قلوبنا جميعا والتي كانت من مبادره ملكيه ساميه من لدن جلاله الملك المعظم نتحدث اليوم بعد مرور 23 عاما ما اهميه الميثاق؟ اولا انا طبعا هالمناسبه العزيزه على قلوبنا هذا الميثاق نطلق عليه ميثاق الحب وميثاق العمل وميثاق الترابط بين الشعب والقيادة وأيضا ترابط بين جميع أفراد المجتمع مرور 23 سنة ونحتفل بنفس الحماس وبنفس المعطيات اللي احتفل في احتفل في شعب البحرين بعد اقرار الميثاق بنسبه التصويت العاليه جدا وطبعا طبعا هذه نقله نوعيه ومفصل تاريخي في مملكه البحرين اكيد الميثاق كان من سبعه فصول، <applause> في فصول جدا مهمه نقلت البحرين، واليوم احنا البحرين مزدهره ومستقره من خلال ما جاء من مناقشات وما جاء من اقرار في توجهات جلاله الملك العهد الاصلاحي، احنا لا زلنا بعد هذا ثلاثة 23 سنه من ميثاق العهد جلاله الملك المعظم الاصلاحي، لا زلنا احنا وكل المسؤولين وكل المنظمات الاهليه ومختلف فئات الشعب تتكلم عن عهد الاصلاح الزاهر لا. فاكيد طبعا هذا يترجم واقع ما وضع البحرين او ما صارت في البحرين الان من تطور نماء في المجال الاجتماعي في المجال السياسي في المجال الاقتصادي اليوم احنا البحرين طبعا نشوف اولا الحريات في الفصل الاول اللي جاء في الميثاق حريات حريات التعبير وحريات تاسيس الجمعيات وحريات تاسيس النقابات وحريات الصحافيه والتعبير عن الراي كل هذه الامور ساعدت في ايضا دعم التوجهات التنميه الاقتصاديه والصناعيه وتعاظمت الحقيقه لما نشوف البحرين قبل 23 سنه نشوف انه كان في هناك تطور كان في هناك يعني البحريني هو بدوره معروف انه هو يعني يخلق الامور ومحل ثقه وساهم في البناء انما بعد الميثاق تعظمت مؤسسات الماليه تعظمت مؤسسات الاتصالات نعم. من حريه ما جاء طبعا من قرارات اقتصاديه في الفصل الخامس واليوم احنا طبعا كلنا يعني والعالم يشاهد ان احنا طبعا دوله عصريه بفضل توجهات جلاله الملك <applause> المعظم نعم. بعد مرور 23 عام على التصويت على ميثاق العمل الوطني يعني كيف تقرا الانجازات واهم المكتسبات التي تحققت واستشرافك لما بعد ذلك مستقبلا احنا طبعا الانجازات هي عديده و يعني بشكل اساسي اولا لابد ان نشير الى تعاظم دور المنظمات الاهليه هذه نقطه مهمه و... بدون ما نسهب في هذا الموضوع اليوم عندنا اكثر من 600 700 منظمه اهليه تمارس جميع المختلف الاحتياجات المجتمعيه، طبعا هذه الحريه جاءت في القوانين وجاءت تعظمت بعد اقرار الميثاق. ايضا احنا نشوف الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي المؤسسات اليوم طبعا حريه تاسيس المؤسسه وفق ضوابط القوانين التجاره وفق تعاظم او تماثل هذه القوانين مع الدول المتقدمه، الدول العصريه، يعني هذه من النتائج الاساسيه اللي صارت حريه تاسيس المؤسسات الاقتصاديه على اختلاف الماليه التامينيه المصانع المؤسسات الصناعيه العملاقه في البحرين اليوم الامانه هذه كلها تستقطب ايدي عامله وطنيه تستقطب رؤوس اموال اجنبيه ايضا تساهم في نقل صوره البحرين بانها بلد تساهم في في ليس في النماء المحلي والنماء ايضا في النماء الخليجي والنماء العربي. والى جانب هذا الشيء طبعا احنا طبعا التنميه المستدامه صارت يعني هاجس اساسي لمملكه البحرين وفقا لما ورد في فصول ميثاق العمل الوطني. ميثاق العمل الوطني ايضا نقل نقله اساسيه في الفصل الخامس اللي هو طبعا تشكيل البرلمان، الحريات السياسيه وطبعا احنا طبعا في مناقشاتنا كان كنا طبعا يعني الامانه اولا اريد ان اذكر ان يعني احنا عملنا الميثاق باجتماعات مكثفه بصفه ليليه يمكن لوقت متاخر من من الليل او صباح اليوم الباكر الثاني الاساس ان هناك فقط اراده ملكيه بان يجب ان يكون للشعب دور في ممارسه الفكره بممارسه او مشاركه جلاله الملك نعم. رايه في نقل نعم. البحرين بمشاركه الشعب في عمليه التنميه المستدامه الاقتصاديه السياسيه وهذا الحقيقه احنا اليوم بعد نعم. 23 سنه دكتور يعني هو تاريخ طويل نعم نعم. حاجة نعم الى نعم. وقت اكثر من لا <applause> اكيد ما في شك يعني نعم. انا عارف دكتور يعني السؤالين نعم. يمكن نسب ساعات في الموضوع الحقيقه <applause> دكتور سعيد يعني. عباس سماك عضو اللجنه الوطنيه العليا لاعداد مشروع ميثاق العمل الوطني الرئيس التنفيذي لمؤسسة مركز عبد الله بن خالد آل خليفة لرعاية الوالدين شكرا جزيلا أنا أشكركم على يعني تجديد اللقاء مع, مع الناس ومع الجماهير لأيضا مناقشة مثل هذا المشروع التاريخي والمهم لمملكة نعم. البحرين ونتمنى إن شاء الله استمرار, استمرار هذا العهد الساحر واستمرار إن شاء الله الإنجازات من خلال حكومة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ضمن رؤية 2030 نعم ومشكورين شكرا, حياتها شكرا, شكرا جزيلا لك دكتور إن شاء الله